احنا لحد بعد 30 يونيو شفنا طلبة بيولعوا في جامعة الأزهر، بيكسروا في جامعة القاهرة من عناصر الجماعة الإرهابية اللي كانوا موجودين جوه الجامعة. الحقيقة طبعا مع الاستقرار الدولة المصرية ده بينقشع طول الوقت، بيتراجع لحد ما احنا أمامنا يعني مجتمع طلابي فاخر ما بيعملش الحركات اللي هي فيها هذا النوع من الجموح لتكسير ممتلكاته ما يملكه. لكن الحديث عن اتحادات الطلبة بيثير خاصة لدى أجيال زينا كده، وكل مهتم بالشأن الديمقراطي والشأن العام. هل في سياسة في الجامعة؟ ازاي نفرق السياسي عن غير السياسي؟ ازاي يبقى النشاط الديمقراطي؟ فكرة وجود انتخابات اصلا طلابية في الجامعة هي فكرة براقة، لانها بتدرب ولادنا على ممارسة ديمقراطية سليمة، بتدربهم على القيام بأنشطة، بتطلع لك كوادر، هذه الكوادر ممكن تبرع بعد كده سواء في العمل العام او في أنشطة البيزنس، يعني في بناء هذا البلد. احنا عندنا انتخابات اتحاد طلبة ان شاء الله هتكون يوم الاحد والاثنين اللي جايين تقريبا في اغلب الجامعات المصرية. معمول لائحة جديدة لغية فكرة اتحاد الطلبة، يعني كل جامعة على قدها، يعني مفيش اتحاد عام للطلاب، كل كلية على قدها. وانا معايا هنا مجموعة من المرشحين الطلاب، نماذج جميلة من المفترض ان هم هيكونوا بعد كده في حال ان شاء الله ربنا يوفقهم نجوم في العمل العام في بلدنا. برحب بمحمد أسامة وهو مرشح على اللجنة الثقافية بكلية الآداب بجامعة عين شمس. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا. محمد جمال مرشح اللجنة الاجتماعية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أهلا بك. أهلا محمد. عبد الرحمن ناصر وهو مرشح اللجنة الثقافية بكلية الألسن جامعة عين شمس. ومحمود أبو خضرة مرشح لجنة الأسر والرحلات بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني في جامعة القاهرة. أهلا بك يا محمود. أهلا وسهلا. احنا انتوا دار علوم كانت مشهوره ان فيها اخوان، في اخوان من دول ولا لا؟ دار علوم كنا الناس واخده عنها فكره اللي هي فيها اخوان وبتاع، دي كانت قديم. لكن دلوقتي احنا دخلنا احنا كاتحاد جه 4 سنين، فحاولنا نغير من الجامعه من ساعه ما مسكنا الاتحاد وبدانا شغل كطلاب وبتاع. ففكره ان دار علوم فيها اخوان هي يعني كانت قديما، بس دلوقتي لا ما اعتقدش ما فيش ولا قله قليله ولا قلة. كانين مستخدمين الطاقيه؟ لا لا لا، احنا الحمد لله عندنا عميد محترم وعندنا ناس كبيره وكتيره، فدار علوم ما اعتقدش ما فيهاش. لا ما فيهاش. طب ايه الانتخابات دايره ما بين مين ومين عندكم؟ يعني اسر بس؟ تبقى عباره عن اسر، واسر نازلين مع بعض وكل أسرة عاملة قائمة ونازلين مع بعض. وأنا كمرشح وبتاع نازل مع أسرة، أسرة دي بتاعتي، كنا عاملينها بقالنا 4 سنين في دار العلوم ساعة ما دخلنا. سنة رابعة دلوقتي؟ سنة رابعة آخر سنة كنا عاملينها أنا وجماعة أصدقائي في اسمها أسرة بسمة أمل. فإحنا نازلين بقائمة اسمها أحفاد علي مبارك، دي إن شاء الله هتبقى معانا نازلين فيها إن شاء الله. وأنا كنت أمين اللجنة الاجتماعية في الاتحاد اللي فات من 4 سنين. فالموضوع أنت واخد على العمل العام. تمام. محمد أسامة، أنت في اللجنة الثقافية كلية آداب جامعة عين شمس، لجنة ثقافية مهتمة أكيد بالثقافة والشأن العام. هل رأيك طرح فكرة انه اصل يبقى في عمل سياسي في الجامعة او ما يبقاش في عمل سياسي، لا بلاش العمل السياسي العمل الحزبي، هل انت شايف المشهد ازاي؟ ولا ده ما عادش فكرة ان يكون في عمل سياسي في الجامعة اساسا في خريطة الطلاب المصريين؟ هي الفكرة ان هو فعليا العمل السياسي يعني هو يعتبر في الدولة كلها مش موجود. في الدولة كلها بنسبة بسيطة يعني، بعد برضو ليه؟ ما احنا عندنا برلمان واحزاب و ما هو مش العمل السياسي، مش انتخابات رئاسية جاية. ايوه، ما هو مش ده بس العمل السياسي، هو الفكرة ان احنا ما بنلاقيش احزاب بتنافس بقوة في انتخابات النقابات. بنلاقيش، ما فيش عندنا انتخابات محليات. ففكرة ان الحزب يدخل جوه الجامعة هو هيمزق المجتمع الطلابي. يعني انت ضد الفكرة ضد الحزب؟ بس هي الجامعة اصلا مكان لتعلم كل حاجة. بالتالي السياسة دي محور مهم جدا من حياتنا، لازم بنتعلمها جوه الجامعة. احنا يعني سواء انا وعبد الرحمن زميلي ليه اخترنا بالذات اللجنة الثقافية؟ لان احنا بقالنا على مدار دي 3 سنة اشتغلنا، عملنا نموذج محاكاة لمجلس النواب تحت مسمى برلمان شباب جامعة عين شمس. عملنا نموذج محاكاة
لمجلس الوزراء بمسمى مجلس وزراء جامعه عين شمس. فدولت بيندرجوا، يعني انتوا عملتوا نماذج محاكاه بالظبط، ده بتصنفه انه عمل ثقافي ولا عمل سياسي برضو انك، ولا تدريب على الممارسه؟ هي تدريب على الممارسه السياسيه، لان زي ما برضو بنقول ان الجامعه مش مكان لممارسه السياسه بس، هي مكان لتعلم السياسه. طالب الجامعه المفروض ان هي اعلى فئه مثقفه في الدوله، طلبه الجامعه هم اللي هيخرج منهم الدكتور والمهندس ورئيس الجامعه بعد كده، وعضو مجلس النواب والنقابي والحزبي، كل ده بيخرج من المجتمع الطلابي داخل الجامعه. ففكره لا، لازم الطلبه بتتعلم العمل السياسي، انما هي لو اتحولت لمكان لممارسه العمل السياسي هي الجامعه هتتمزق عندنا. فهي دي كانت الفكره. فاللجنه الثقافيه بالذات بيندرج تحتها حاجات كتير، يعني احنا عندنا انحدار في المستوى الثقافي نسبي مش كلي. ده المفروض يتراعى من خلال اللجنه الثقافيه، سواء ثقافه المسرح بقت مش موجوده بنسبه كبيره، ثقافه الشعر، ثقافه المقال، كل ده ابتدى عندنا يقل. فاللجنه الثقافيه المفروض في شغلها تراعي ده. عندنا فكره العمل السياسي سواء كمجلس نواب، ك المحاكاه بدايه بالنقابه، مجلس نواب، المجالس القوميه، مجالس الوزراء، كل ده يعني احنا خدنا الخطوه الاولى من برلمان طيب. شباب الجامعه. عبد الرحمن واضح انه مشارك معاك على مستوى عين شمس. عبد الرحمن، يعني محمد بيقول كلام مهم جدا له علاقه بانه دورنا في التوعيه والعمل الطلابي وتدريب الناس ان هم يبقوا في الخدمات العامه، لكن ما بتسمعش من زمايلك انه زي زمان انه ده عايز يبقى يجند ناس للاخوان، ده عايز يبقى للاشتراكيين، ده تيار ناصري، ده تيار تروتسكي، ده اشتراكيين ثوريين، الحاجات اللي كانت زمان موجوده في الجامعه ده مش موجود دلوقتي. هو اكيد طبعا بيبقى فيه ناس كتيره جدا بيبقى واخده انطباعات مختلفه عن فكره اللي احنا بننزل حاجه جوه الجامعه، وفكره اللي احنا بننسق او بنعمل حاجه زي نموذج محاكاه مجلس الوزراء بيتدربوا فيه على حاجات سياسيه، ده اساسي، بيتدربوا فيه على النظم الاقتصاديه، النظم الرئاسيه، بيتدربوا فيه على حاجات كتيره جدا. بس الفكره ان انا يعني اقول لحضرتك مثلا انا هيد الاي سي في مجلس الوزراء، فهي الفكره ان الماتيريالز اللي بتتشرح فهي بنراعي جدا فكره الامانه العلميه. لو انا ما ينفعش مثلا كترينر او ما ينفعش اي حد من زمايلي محمد اسامه وعلي الاي سي الترينر ما ينفعش ان هو يحيد باتجاه معين او ان هو يواجه ده على مستوى التوعيه، لكن بكلمك على وانت في الجنينه، وانت في الكافيتيريا، وانت في الجامع، وانت في قاعات وانت بره قاعات المحاضرات، ما عادش في طلاب بيتكلموا في الحراك السياسي والعمل السياسي والرؤيه الشيوعيه والرؤيه النصريه والرؤيه الاخوانيه وكده؟ هو طبعا هو على مستوى المجتمع. هل الدعوات دي موجوده جوه الجامعه؟ لا، هي مش موجوده جوه الجامعه، يعني هو اصلا الفكر السياسي او الفكر الثقافي جوه الجامعه هو يعتبر منحدر بنسبه كبيره جدا. مفيش الثقافي والسياسي. الثقافي والسياسي طبعا مفيش الجانب التثقيفي السياسي للمشاركه المجتمعيه بعد كده، ده مش موجود بنسبه كبيره جدا جوه الجامعه. مفيش المجال اصلا ان هم يبداوا يفكروا. طب الايديولوجيات، في ناس كثيره جدا اصلا هي مش فاهمه يعني ايه ايديولوجيه، مش فاهمه يعني ايه فكر ليبرالي، يعني ايه فكر علماني، يعني ايه فكر ديني، التوجهات دي كلها. فهي الفكره ان الناس مش عارفه تبني توجهات، او حتى اللي باني توجهاته بنسبه كبيره جدا هو بنيها مش لحاجه اساسيه، مش متركزه على حاجه اساسيه باني عليها التوجه ده. وانت يا محمود عندكم في الجامعه تيارات سياسيه ولا ما عندكمش؟ حاليا ما فيش الحمد لله. يعني تخطيط الاقليمي، تخطيط الاقليمي ولا عمراني؟ لا الحمد لله، على مستوى الكليه وعلى مستوى الجامعه حاليا لا يوجد اي جامعات متطرفه بالجامعه. في بدايه دخول الجامعه كانت نهايه وجود التيار المتطرف في الجامعه. يعني لما دخلت في 2014 سنه كام؟ فرقه رابعه. لما دخلت في سنه اولى طبعا كان زي ما قلت لحضرتك التيار المتطرف في نهايه القضاء عليه. وطبعا تم القضاء عليه بفكره يعني لازم، وبيقولوا لازم عشان تحارب الفكر بالفكر، تمام؟ فطبعا كان ماسك دكتور جابر نصار، فكان بيحارب الفكر المتطرف بالفكر الثقافي والفني، عملت الندوات والدورات الثقافيه وحاجات عظيمه، الحفلات المتطرفه، فدي كانت شهاده وفاه للتيارات المتطرفه بالجامعه دينيا. لما مسك دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعه قال لك احنا برضو طبعا مكملا لمسيره الدكتور جابر في القضاء على الفكر المتطرف وضد الارهاب والعنف والحاجات ديت،
تمام. قال لك ان انا عايز اطور الجامعه بفكره الجيل الثالث، بمعنى تطوير الجانب العلمي والانساني لدى الطلاب، اللي هو مش بس الحياه اللي هو اكاديميك بس، لا، ان الطالب من حقه ان هو يشارك في الانشطه الطلابيه، وزي ما هو جاي يتعلم، مش معنى يعني الجامعه مش دراسه بس. طب الانشطه الطلابيه دي ليس فيها ما يتعلق بالسياسه. تمام، لان لو انا دخلت السياسه في الجامعه فانا كده شايف ان انا بعمل تفرقه. صحيح، في بتقسمها احزاب. اه طبعا. لكن مثلا انت مثلا محمد اسامه، لو في عندكم في اللجنه الثقافيه في كليه الاداب في عين شمس مثلا، ممكن تجيبوا رئيس حزب يبقى عادي، ولا ده برضو تشوفوا انه ما ينفعش؟ هي الفكره ان انا من وجهه نظري يعني لو في امكانيه مثلا، يعني لو برلمان ممكن يحضر فيه رئيس حزب. بس مش هيبقى رئيس حزب واحد او توجه واحد، مجموعه بحيث الطلبه تطلع على كذا ايديولوجيه. لان فكره ان انا حتى يعني حته الامانه برضو، انا مش هينفع اجيب رئيس حزب واحد كده، هيبقى يعتبر نوع من انواع التوجيه حتى لو غير مقصود. انما لما يتعرض كذا رئيس حزب بكذا ايديولوجيه مختلفه، دي هتبقى يعني موجوده واتاحه اكتر للطلبه ان هم يطلعوا على الايديولوجيات المختلفه وعلى العمل اللي هيخرجوا يشوفوه. لان هو عامه المدخل للعمل العام او العمل السياسي بره المجتمع الجامعي هو الاحزاب. فهو لازم يطلع على كذا ثقافه حزب. احنا من خلال شرحنا مثلا سواء مجلس وزراء او برلمان او الحاجات اللي باذن الله ناويين نعملها، احنا بنراعي ان احنا نشرح الايديولوجيه، انما ما بتذكرش اسم حزب. لان ما ينفعش يتذكر، ده نوع من انواع التوجيه. فاحنا بنراعي الموضوعيه والحياديه في النقطه دي. فحته ان انا ادخل حزب انا ضدها، بس احنا لو بصينا لها الواقع الامر، هم بيطلعوا على مجتمع شبه مجتمع حزبي داخل الجامعه من خلال البصر. وده بيفرق، ما بيعملش حاجه كويسه يعني؟ لا، هي بتبقى حاجه ولا كويسه. بيدرب، هو بيدرب الطالب. يعني الطالب احنا لو بصينا بره على مستوى جمهوريه مصر العربيه، احنا نلاقي ثقافه الانتخابات اصلا قليله. احنا نسب حضور الانتخابات سواء ناخبين او مرشحين قليله. بنلاقي مرشحين كتار بس ناخبين قليلين. حتى في اتحادات الطلاب، حتى في الاتحادات الطلابيه. امال بتستقطبوا ازاي الطلبه يا محمد للانتخابات؟ يعني ايه برامجك؟ يعني اسره احفاد علي مبارك. تمام. انا كنت عايز بس اشرح لحضرتك نقطه. حضرتك اول ما سالتني على الاخوان، احنا دلوقتي الكليه بتاعتنا كانت الاول فعلا حضرتك زي ما كنت بتقول كان فيها اخوان واحزاب سياسيه وكده. احنا دلوقتي في دار علوم اتطورت جدا. فدلوقتي عندنا مسرح في دار علوم ما كانتش موجوده قبل كده، وخدنا مركز تاني على مستوى جامعه القاهره في المسرح. ودلوقتي بقى عندنا اذاعه اسمها. مين المركز الاول؟ في كليه اداب. فدلوقتي عندنا اذاعه اسمها راديو الدار في طلاب دار علوم، في كليه دار علوم، راديو طلاب دار العلوم. وعندنا عندنا في حاجات كتير قوي عملناها من ساعه ما مسكنا الاتحاد، فدي برضو. طيب انت بتروح يعني ايه بتبقى برنامجك وانت بتقدم لزمايلك؟ بتقول لهم انتخبوني عشان مجموعه من الانشطه، يعني كلها محصوره في دائره الانشطه. تمام. الانشطه دلوقتي انا بقدم في اللجنه الاجتماعيه. اللجنه الاجتماعيه دي بتتيح للطلبه ايه؟ نقدم لهم ايه؟ لو الطلبه مثلا مش قادرين يجمعوا المصاريف او يسددوا مصروفات دراسيه، فاحنا بنسهل لهم كذا المصاريف. وبنعمل رحلات للطلبه ترفيهيه وثقافيه وعلميه وكذا شيء. ودلوقتي في خصوص الجامعه، من ساعه ما مسك دكتور محمد عثمان الخشت، في عمل لنا اسمها وثيقه الثقافه والتنوير. دي للدكتور رئيس الجامعه محمد عثمان الخشت، ودي فيها 14 بند. واهم مبادئها اللي هي بتتكلم ايه؟ عن الحريه. فالحريه مش شرط الحريه ان تكون بتاكد ان الحريه تختلف فكري او انت قاطع حته من الوثيقه يعني عايز تقراها؟ في حته في بند في الوثيقه اللي هو من 14 بند، يقول لك المبادئ فيها بتتكلم عن الحريه، بتاكد ان الحريه مكون اصيل من مكونات الجامعه، وان لنا الحق كلنا كطلاب واساتذه وعاملين في ان نختلف فكريا لا سياسيا. لاننا كلنا بنندمج تحت مظله الجامعه، وتحت بلد واحده. والوثيقه برضو بتاكد على ايه؟ الانفتاح على التجارب
والتيارات الاخرى، لازم نبحث عندهم عند الشعوب الاخرى الغربيه والدول الاخرى، نشوف مدى التطور عندهم ونتابع ونشوف ونتفتح يعني الانفتاح ما بيننا في الثقافه. وبرضو اخر بند اللي احنا اكتشاف المواهب وفتح مهارات ابداعيه. طيب يعني كلها في دائره فكريه ثقافيه، لكن احزاب لا. مفيش احزاب. احزاب لا. احزاب لا. طب انت مشترك في ائتلاف من بره الجامعه، وانت قلت لي في الفصل. حضرتك انا الائتلاف اسمه ائتلاف ايه؟ هو مش ائتلاف، هي مبادره طلابيه خدميه. اسمها ايه؟ مبادره من اجل مصر. ودي مالهاش علاقه ب حضرتك ائتلاف دعم مصر او لا 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 لا. حاجه بره الجامعه. حضرتك انا تم اختياري منسق عام للجامعات المصريه، مبادره من اجل مصر. تمام. زي ما قلت لحضرتك، لما مسكت منسق عام الجامعات المصريه، لقيت وطبعا انا بشرف ان انا في المنصب دوت، وبشكر طبعا الناس يعني اللي هم دعموني. تمام. هذا المنصب. تمام. طيب كلمني عن الائتلاف. الائتلاف ده ائتلاف طلابي ولا ائتلاف بره الجامعه؟ لا 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 حضرتك، المبادره مبادره طلابيه. لو في حاجه تاني ائتلاف بره الجامعه فاحنا ما ملناش مالكش علاقه بيه. فهي مبادره طلابيه خارجه من طلاب. انت قلت لي اسمه ائتلاف ايه؟ مبادره من اجل مصر. هي مبادره طلابيه خدميه، رؤيتنا بنشتغل على رؤيه مصر 2030، وهي رؤيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. في التنميه الشامله لمصر. لما مسكت منسق عام الجامعات حضرتك، لقيت ان معظم الجامعات شغاله برؤيه غير واضحه. زي تقول له مثلا انت ايه رؤيتك في الجامعه؟ يقول لك في حب مصر. ايوه يعني ايه رؤيتك في الجامعه برضه، هتعمل ايه؟ يقول لك في حب مصر. فحاولت طبعا، انا حاليا بحاول ان انا ادخل الرؤيه تبقى عممها على كل الجامعات، وهي ان الجامعات كلها هتشتغل على نفس الرؤيه، وهي رؤيه مصر 2030 التنميه المستدامه. انتوا اللي تعملوها جوه الجامعه، يعني دي ملهاش اي علاقه ببره ولا ليها اي ابعاد سياسيه. لا لا طبعا. طيب ايه مشاكلكم ممكن تبقى مع الجامعه شكلها ازاي؟ يعني انتوا لما بتروحوا عايزين تمثلوا الطلاب، فعايزين تمثلوا الطلاب بايه؟ بان انتوا تعملوا لهم خدمات، او تفاوضوا الجامعه على حاجات ليهم، تتكلموا في الكتاب الجامعه، تتكلموا في اسعار، في مصاريف، في مدينه، في حاجات زي كده. فبتحكمكم لائحه. اللائحه دي يعني ايه دايما كانت في زماننا احنا كانت دايما مشكله. عايز اعرف اللائحه الجديده شكلها ازاي، بس بعد الفاصل. طلاب مصر المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب اللي هي مرتقبه ان شاء الله ايام الاحد والاثنين اللي جايين، هيبقى في عدد كبير الحقيقه، 24 جامعه حكوميه، في حوالي 23,000 طالب وطالبه متقدمين في كل هذه الجامعات والكليات. طبعا في كشوف هتعلن يوم الاحد يوم 3 ديسمبر، والطعون هتبقى 4 ديسمبر، بعدها تجرى الانتخابات على حسب ما هو موجود قدامي. وقضية اللائحة بقى، يعني الانتخابات دي هتتم بأي شكل يا عبد الرحمن؟ أنت اللائحة دي ما فيهاش مثلا، ما فيهاش اتحاد طلاب مصر، ده حاجة كويسة عجباك ولا حاجة مش عجباك؟ لا هي طبعا أكيد مش حاجة كويسة، يعني إن هي ما يكونش في حاجة، ما فيش اتحاد طلاب مصر، ما فيش اتحاد طلاب مصر، إن هي كده كل جامعة هتبقى شغالة، يعتبر شغالة متفرقة عن بقية الجامعات التانية. في الاخر مفيش، هو يعني بس مش عايزين نكسر دور الاتحاد على بس ان هو متوزع لجان وبيشتغل في الانشطه بتاعت اللجان. لا، الاتحاد دوره اكبر من كده بكتير جدا. الاتحاد ده هو السلطه التشريعيه، السلطه الرسميه اللي بتمثل الطلبه قدام اي جهه تانية خارجيه. الاتحاد ده المفروض هو المسؤول ان هو بيعبر عن صوت الطلبه، هو المسؤول ان هو بيمثل الطلبه، هو المسؤول ان هو بيجيب حقوق الطلبه لو في حد، لو في حاجه مع الطالب. فكون ان كل جامعه هتبقى شغاله لوحدها ومفيش في الاخر كيان بيجمع الطلبه دي كلها وبيجمع اتحاد الطلبه على مستوى الجامعات كلها، فطبعا دي نقطه مش هتكون فعاله قوي او مش هتكون افكتيف قوي بعد كده في المشاركه المجتمعيه بالنسبه للاتحاد. طبعا كل جامعه لما بتبقى تتكلم باسم طلابها غير لما يكون في كيان كبير بيتكلم باسم الطلبه كلها على مستوى الجمهوريه كلها. وفقا للائحه، يعني انت مش مبسوط من انه اللائحه دي ما فيهاش اتحاد طلاب؟ مين موافق مع عبد الرحمن على كده؟ موافق؟ طبعا. برضو عبد الرحمن خضرة. خضرة. موافق على ده ولا انت شايف انه عادي؟ والله انا شايف ان يعني مش هتفرق كتير، يعني مش فارقه.
لا مش هتفرق كتير يعني، يعني مش هتفرق كتير عامه. كل جامعه فيها مجلس اتحاد تمام، فمش مش يعني من وجهة نظري يعني مش شايف يعني اللي هي يعني حاجه سلبيه. مش شايف، بس اللي بيقوله عبد الرحمن انه لما يكون في اتحاد للطلاب بيبقى يكون في ممثلين بيتكلموا باسم كل الطلاب، الجامعات بتنسق مع بعضها، بيعملوا انشطه مشتركه، كل الحاجات دي ليه مش هتفرق في وجهة نظرك؟ حضرتك كل حاجه موجوده يعني، طالما احنا قلنا الانشطه موجوده، بعدنا السياسه وبعدنا العمل الحزبي وبنتكلم بس في الانشطه ووضع الطلاب وتمثيلهم. والله حضرتك هي حاليا اللائحه اتحطت، يعني اللائحه اتوضعت ومفيش اتحط هنقول لهم لا حاليا، خلاص يعني نتم اجراء الانتخابات ونعدي المرحله وممكن نبدا نتكلم في النقطه ديت في المرحله الجايه يعني في اللائحه. محمد اسامه رايك ايه على بيقولوا محمود؟ الفكره انا هتكلم في حاجه، يعني احنا لو بصينا اصلا ليه في حاجه اسمها اتحاد طلاب موجوده، مش للانشطه بس، هو لتمثيل الطلاب في كافه في كل حاجه. يعني احنا لو بصينا لسلطات الاتحاد اتحاد الطلبه، هو بيشارك في وضع جداول الامتحانات وبتتعرض عليه، بيبقى في ممثل ليه في مجلس تاديب الطلبه، بيبقى بيتكلموا عن كل حاجه، حتى تقسيمه لجان الاتحاد سواء جواله او خدمه عامه، سواء اللجنه الاجتماعيه دي بتشارك في الصندوق او الدعم اللي بيتحط للطلاب الغير قادرين. فدي مشاكل بتبقى فرعيه على مستوى الكليه، في مشاكل بتبقى اكبر على مستوى الجامعه، وفي انشطه على مستوى الجامعه. محتاجه يكون في اتحاد طلاب، في اتحاد طلاب جامعه. في بقى مرحلة أكبر اللي هي اتحاد طلاب مصر. احنا لو هنتكلم احنا التعداد السكان المصر في نسبة تبلغ 60% شباب. تمام. يعني أنا لو أبسط تقدير أبسط تقدير هيبقى هلاقي نسبة الطلاب مش أقل من 30% من المجتمع المصري. فلازم يبقى ليهم ممثل. الممثل للطلاب ده يعني احنا لو بصينا في قوانين كتيرة جدا بتتوضع في مجالس النواب، سواء في الحاجات في اللوائح التنفيذية اللي بتطلع من مجلس الوزراء دي بتمس الطلاب. لازم يبقى في مجلس اتحاد طلاب مصر يتعرض عليه الكلام ده كله. بس احنا الفكره ان يعني انا اللائحه عجباني كخطوه اولى ان يرجع الاتحاد بعد الثوره، هي اتعملت انتخابات مره واحده وتوقف الاتحاد، كان في مشاكل على كذا لائحه، لو بصينا لتواريخ اللوائح هي اهم من ان احنا نعرف اللائحه نعرف علاقتها بالمناخ السياسي في البلد. ده لازم نعرف اللائحه دي اتحطت ليه في التوقيت ده، ليه الكيان ده موجود. اللي حضرتها كان الوزير اشرف الشيحي في وقت سابق، في وقت وكان سابق وقت برضه مضطرب مضطرب، انما دلوقتي انا حطيت الاستيب او زي ما بنقول الخطوه الاولى لعوده الاتحادات الطلابيه. ممكن السنه دي فعليا ما يبقاش فيه اتحاد طلاب مصر، بس السنه الجايه والسنه اللي بعدها لازم يبقى فيه اتحاد طلاب مصر. او انت يا جمال؟ انا رايي برضه زي رايهم. فهي الفكره ليه ما فيش اتحاد طلاب مصر السنه دي؟ فانا شايف ان دي شيء مش كويس، واحنا كطلاب واتحاد طلاب الجامعه مثلا فكنا عايزين طالب مننا اتحاد طلاب يبقى هو ده رئيس اتحاد طلاب مصر. فهي الفكره اللي احنا ان شاء الله يعني السنه الجايه الاجيال اللي بعدينا يعني تركز على النقطه دي. يعني انت مع اللي انت طب ما اتكلمتوش مع الوزير الحالي الدكتور خالد في الموضوع ده؟ لا لسه. هي الفكره ان احنا ما اختلطناش بيه بعد اللائحه، لان احنا يعني هي اللائحه طلعت مره واحده، يعني احنا كنا فقدنا الامل، احنا داخلين على امتحانات قلنا ما فيش لائحه طلابيه، مره واحده لقينا لائحه طلابيه نزلت. كانت اول حاجه اتعملت احنا مثلا حاجه دي مبادره نزلت في جامعه عين شمس، كان عبد الرحمن ناصر بيشرح فيها، وكان معانا طبعا استاذ وجيه، ده كان من بدايه اوائل الناس اللي عرفتنا يعني ايه نشاط وعرفنا تاريخ اللوائح الطلابيه. ده من هيئه التدريس؟ لا ده محامي استئناف بالجامعه. وانا هو اللي شرح لكم الموضوع. تمام. وانا كنت مسؤول عن تنظيم المبادره دي اسمها حقي. اول حاجه عملناها هي سيشن جمعت كل يعني 250 طالب من جامعه عين شمس من الناويين يترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابيه، شرحت لهم فيها اللائحه. وفهموا يعني ايه لائحه، وفهموا يعني ايه دعايه انتخابيه، وايه هو دور الاتحاد الطلاب والكلام ده كله. بس احنا في حاجه لمسناها من خلال المبادره دي، ان احنا لقينا ان اغلبيه الطلبه بالنسبه له الاتحاد بقى غايه. بس احنا لو رجعنا هو الاتحاد وسيله. يعني انا لتحقيق حاجات. لتحقيق حاجات، يعني انا غايه بمعنى ان هو يبقى بكوستيج ان هو بالزبط. عضو اتحاد طلاب والكلام ده. يعني دي احنا لو بصينا عليها هي دي ثقافه مجتمع. يعني احنا مثلا اعضاء مجلس النواب في ناس بينزل عشان يبقى اسمه عضو مجلس نواب. اعضاء المجالس المحليه المنتظره في ناس هتنزل يبقى اسمها عضو مجلس محلي. مجالس ادارات مراكز شباب، مجالس ادارات انديه. كل حاجه هنلاقي في واحد يبقى نفسه يتقال العضو كذا. انما احنا لو بصينا يعني انا مثلا انا اشتغلت انشطه 3 سنين في عدم وجود اتحاد، اشتغلت مع اداره،
بس ما كانش لازم تخدم زمايلك وتعمل النشاط من غير الاتحاد. يعني هل انا لو خسرت الانتخابات هقعد ومش هشتغل؟ لا، انا هكمل في الانشطه بتاعتي، بس انا داخل الانتخابات عشان اقدر اتوسع في الشغل اللي انا بعمله. وتاخد برضو شرعيه من الجامعه. عبد الرحمن، يعني هل الطلبه لسه عندهم شغف بالانتخابات؟ يعني رايك انه لما في ايام الانتخابات دول هنلاقي الطلاب كلهم واقفين وطوابير والناس بتنتخب وكده؟ لا ليه؟ هكون صريح معاك يعني. ليه؟ هو حضرتك لو شفت في جامعه عين شمس مثلا، بنتكلم على جامعه عين شمس، وشفت اللي سحب فعلا استمارات للتقديم في الاتحاد، مش الناخبين يعني، انا بتكلم على المترشحين اللي هم اصلا ناويين يترشحوا، هتلاقي عدد قليل جدا جدا جدا. بس انا عندي رقم كل الجامعات فيها 23,000 مرشح. ماشي، لكن لو هنيجي نتكلم في كليات مثلا، حضرتك عندك كليه، في كليه صاحبه 12 استماره من اصل 56 في الاتحاد. يعني الناس حتى مش ما عندهاش اقبال انها تشارك كبيره، بس طبعا ده موضوع نسبي، فما بالك بقى بالناخبين اصلا اللي هيروحوا بعد كده يدلوا باصواتهم للمترشحين للاتحاد ده. فالفكره ليه ما فيش الشغف ده، او ليه ما فيش الاقتنام الكبير ده؟ لان للاسف صوره الاتحاد دلوقتي موجوده بس ان هو بيلم فلوس عشان يطلع اسره، بيظبط الدي جي عشان الفاند في الاخر. فبالتالي الاتحاد اصبح بالنسبه للطلبه كتير قوي هو بس موضع صوري محطوط بس كده وخلاص، لكن هو دوره الفعلي مش موجود. فاحنا الحمد لله على قد ايه. هو دوره الفعلي؟ دوره الفعلي كبير جدا جدا جدا، ان هو بيعمل انشطه كتيره جدا تخدم كل طالب. كل طالب يبقى عارف ايه النشاط اللي يدخله فيه، مش شرط انشطه بس كده، ممكن تكون انشطه متعلقه كمان بمجال دراسته، ان هو يقدر يوفر له حاجات في مجال دراسته، يقدر يوفر له فرص شغل بعد كده، يقدر يعمل له معارض تسويقيه، معارض توظيف، يقدر يعمل كذا حاجه تفيد الطالب. صحيح، برافو عليك. على مدار السيزون بتاع فتره الاتحاد. لكن مش مجرد بس. وانت محمود شايف برضو ان مفيش الناس مش هيبقوا مقبلين قوي على الانتخابات؟ والله هي يعني عملية نسبية، ممكن في جامعة يكون العدد المترشحين كبير، وممكن في جامعة يكون أرجع برضه أقول إن هي بترجع للثقافة والوعي لدى طلاب الجامعة. إنما كتجربة انتخابات وإجراء ماراثون انتخابي بالجامعات، فده طبعا حاجة كويسة جدا. تمام، طبعا بيعلم الطالب إزاي يشارك في العمل الجماعي، طبعا بيخلي عنده روح ولاء وانتماء. لما يكون عنده ولاء وانتماء للبلد للجامعة، يكون عنده انتماء ولاء لبلده. تمام، طبعا بتقوي عنده مهارة فن الإقناع، التحدث، مهارات العرض والتقديم، حل المشكلات وإدارة الأزمات. يعرف هو إزاي لما يتحط في مشكلة او في ازمه يعرف يحلها. طبعا بيبقى خارج من الجامعه قادر، خلاص داخل سوق العمل. يعني الاتحاد بيعمل تاهيل لخوض سوق العمل بجداره يعني. تمام. طيب احنا محمد، هل انت شايف انه بس الجزء بتاع عدم وجود اتحاد طلاب في اللائحه الجديده هو ده المشكله، ولا في مشاكل تانية في اللائحه؟ يعني بقيت لائحه كويسه؟ بقيت اللائحه حلوه جميله، وكمان في حاجه نزلت في اللائحه الجديده اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه. دي لسه جديده نازله في اللائحه، فلو ما فيش طلاب من ذوي الاحتياجات يعني الخاصه مش نازلين انتخابات او داخلين فيها، فالاتحاد بيجيب فرد بيخليه هو مسؤول عن ذوي الاحتياجات الخاصه برضه. يعني لو مجلس الاتحاد المشكل ما فيش فيه حد من ذوي الاحتياجات الخاصه، فالمجلس بيقوم بتمثيل باختيار او بتعيين واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه، بيبقى مسؤول عن ذوي الاحتياجات الخاصه على مستوى الكليه وهكذا على مستوى الجامعه. فدي طبعا من الايجابيات اللي موجوده في اللائحه الحاليه. هل كل واحد بقى بيدخل الانتخابات الاتحاد بيبقى عنده يعني بيحس انه بيدرب نفسه على حاجه اكبر بعد كده؟ يعني انت مثلا ممكن عبد الرحمن تفكر تدخل انتخابات محليات، تفكر تخش مجلس النواب، شايف الساحه السياسيه في مصر ازاي؟ قول لي رايك كده، والسؤال ده ليكم انتوا الاربعه، هنقفل بيه البرنامج. يعني كل واحد كده يقول لي هو عايز يبقى ايه بعد كده، وشايف فرص العمل السياسي الديمقراطي الحر في مصر شكله ايه؟
طيب هنا بس هبتدي مطرح ما اسامه ختم بحاجه. هو قال ان للاسف في ناس كثيره بتبقى شايفه المناصب دلوقتي هي غايه وليست وسيله، لكن انا على المستوى الشخصي انا طبعا بقى لي 3 سنين في الجامعه بنلعب نشاط وبنعمل كذا حاجه والحمد لله اسسنا كذا حاجه وحاجات محترمه كتير قوي، لكن الفكره انا طبعا ناوي ان انا اترشح لكذا حاجه بعد كده من ضمنها المحليات، من ضمنها ان انا اكون عضو مجلس النواب للدائره اللي انا فيها. مش الفكره ان انا ليه اترشح، لا الفكره ان انا لما هترشح هعمل ايه. فانا بالتالي انا من دلوقتي الحمد لله بنعمل تقارير وبنعمل مشاريع على مستوى الدايره عندنا وعلى مستوى مجلس الوزراء وبنعمل كذا حاجه بحيث ان احنا ابقى مؤهل علميا مؤهل ثقافيا ان انا اقدر بعد كده اخوض انتخابات او اقدر بعد كده حتى من غير انتخابات اقدر ان انا اعمل حاجه مفيده فعلا على ارض الواقع بعد ما اتخرج ان شاء الله من الجامعه. وشايف الوضع السياسي في مصر ازاي دلوقتي؟ هو طبعا المشاركه من ناحيه الشباب هي مشاركه بتختلف من نسبه لنسبه، يعني المشاركه ما بقتش بنسبه كبيره جدا، المشاركه المجتمعيه السياسيه كمان بالذات ما بقتش كبيره قوي بالنسبه للشباب، لان في معظم الشباب هو يا اما مش باني ايديولوجيته بشكل صح او هو ما عندوش الوعي الكافي اللي يأهله ان هو يشارك في المجتمع، او ان هو خلاص جاله نفور سياسي ان هو خلاص ما بقاش عايز ينزل اصلا في اي حاجه سياسيه او ما بقاش عايز يشارك في اي حاجه اجتماعيه من كذا حاجه مثلا. فهي الفكره ان احنا دورنا احنا كشباب ان احنا نوعي الطلبه ونعمل انشطه تثقيفيه زي مجلس الوزراء زي البرلمان، حاجات كثيره جدا تاهلهم بعد كده ان هم بعد ما يتخرجوا يعملوا يشاركوا في المجتمع. وانت محمود شكلك عايز تبقى وزير. اتمنى بصراحه يعني. هو طبعا انا عايز اتكلم فعلا، حضرتك قلت التدريب مهم طبعا في حياتنا، ففعلا التدريب مهم لعلاج الفجوه اللي موجوده حاليا بين التعليم وسوق العمل. يعني حاليا في بعض الكليات احنا ساعات احيانا بندرس حاجات ونخرج سوق العمل بنلاقي حاجه تاني. فاحنا المفروض ان احنا نبدا نشتغل على نفسنا في فتره الجامعه من خلال التدريب بقى عامه يعني. طب انت شايف الساحه السياسيه في مصر تشجع على المشاركه؟ المشاركه في ايه؟ السياسيه، انك ممكن طبعاً تخرج يبقى في انتخابات محليات، البرلمان، العمل الحزبي السياسي، المشاركه في العمل العام، جمعيات مدنيه. طبعا شايف ان ده موجود؟ طبعا موجود، يعني ان شاء الله، وخصوصا لما يتعمل الانتخابات بتاعت مجالس المحليات دي، يعني اقتنع ان هي هتبقى شهاده وفاه برضو ايضا للقضاء على الفساد. يعني انا المحليات انا بتمنى بصراحه يعني. طيب وانت يا اسامه؟ هي الفكره طبعا يعني انت عضو في حزب؟ تمام. عضو في حزب ايه؟ بلاش نقول اسمه يعني عشان ما بقاش في دعايه. لا اصل انا بتكلم دلوقتي في حاجه تخص الطلبه، فمش عايز تدخل العمل يعني الحزب. مش عايز العمل الحزبي ده حاجه على جنب، لان انا اصلا مقتنع بحاجه منع العمل الحزبي جوه الجامعه وانا مقتنع بيها. فانا انت مش عايز تدخل مش عايز ادخله، برافو عليك، بره عن كده. برافو عليك. فالفكره اللي انا هتكلم فيها هو حاليا جوه الجامعه دي يعني خطوه اولى ان احنا نرجع يبقى في عمل عام. لان الطالب لما يدخل يخرج من جامعته متعود على انتخابات او ترشح او كده، خصوصا ان احنا عندنا في كوادر كتيره جدا في البلد وصلت لمناصب قياديه وفي احزاب قامت على اتحادات الطلاب. فالفكره لا يعني اتحادات الطلاب دي خطوه اولى، اما الطالب في الجامعه يتعلم يعني ايه برنامج انتخابي، يتعلم ان هو ما بينتخبش شخص، هو بينتخب برنامج انتخابي واقعي وقابل للتنفيذ على ارض الواقع. برافو. دي الفكره. بالنسبه للعمل السياسي في مصر انا من وجهه نظري ان احنا عشان بحكم ان احنا بعد ثوره وزي ما التاريخ بيكتب على طول ده بدايه العمل السياسي في مصر. ابتديناه بمجلس نواب وعندنا انتخابات رئاسه، مرتقب انتخابات محليات، نقابات، يعني انا اتمنى النقابات المصريه كلها تاخد دورها وترجع كفصيل في العمل السياسي زي دورها الاولاني، يبتدي في تشعبات فرعيه للنقابات عشان في العمل العام بعد كده بقى يبقى في احزاب قويه، يعني احنا الفكره دلوقتي بنلاقي الاحزاب منافستها ضعيفه، بس ده بحكم ان احنا بعد ثوره. في احزاب قويه في مصر؟ مش بالنسبي، اصل حكم قوي او ضعيف مش هقدر اجزم واقول ده قوي او ده ضعيف، هي بتبقى نسبي. نسبي ده بيتحدد من عدد المقاعد بتاعته سواء في مجلس نواب، سواء في نقابات، في مجالس ادارات مراكز شباب وانديه، كل ده. بس هي الفكره يعني انا بستاذن حضرتك ان انا اوصل رساله من خلال تواجدنا في البرنامج ان احنا نرجع لثقافه الانتخاب وان احنا ما ننتخبش شخص. ننتخب برنامج انتخابي. برافو عليك والله، جمال انا بتكلم في نقطه ان الجامعه موفره لنا اللي انت ازاي تبقى قائد وليك وضعك في الدوله بعد كده ان شاء الله، فعملت لنا مركز اعداد القاده
مركز اعداد القضاء ده بيبقى عندنا في جامعه القاهره، بنتمرن فيه في رعايه الشباب هناك. كان مدير المركز استاذ حسن ساده، وده مدير رعايه الشباب على مستوى الجامعه. فدي حاجه نقطه انا شايفها نقطه كويسه قوي، ان احنا يعني بنتعلم قبل ما نخرج من سوق العمل، فدي نقطه مفيده لينا. وانا شايف ان شاء الله يعني الطموحات اللي انا اتعلمته في الجامعه ان شاء الله بعد كده هعمل بيه. بشكرك والله، يعني تفتحوا النفس. بشكرك شكرا جزيلا محمد أسامة ومحمد جمال وعبد الرحمن ناصر ومحمود أبو خضرة، شكرا جزيلا. وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى يكون في مشاركة فاعلة، ونشوفكم بعد كده وإنتوا أعضاء في مجلس نواب كده تيجوا برضو تنورون. بشكركم شكرا جزيلا، ونرجو إن شاء الله كل طلبة مصر يشهدوا يعني مرحلة انتخابية قوية، ويخلفوا ظن عبد الرحمن، والطلبة تروح تشارك إن شاء الله بكثافة، لأن ده مؤشر مهم جدا على الفاعلية. ما تترددش، روح واقرأ البرنامج واعرف وشارك وصوت، لأن ده تدريب مهم جدا ودور مهم جدا أنت بتلعبه لجامعتك ولبلدك، ونطلع شباب زي الفل زي دول. شكرا، وأشوفكم بكرة إن شاء الله، تصبحوا على خير.